يعتبر تشتت الانتباه من أهم أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. هناك بعض النصائح والإرشادات اللي ممكن تكون مفيدة في هذا الموضوع. منها أولاً، عند الدراسة والمذاكرة يكون البيئة المحيطة خالية من مصادر التشتيت، مثلاً الجوال، وجود الإنترنت في جهاز اللابتوب إذا كان الإنسان يدرس على موضوع أو يستخدم اللابتوب في الدراسة، وأيضاً أي مثيرات أخرى زي التلفزيون أو مشتتات. من بعض الأشياء المفيدة للتعامل مع التشتت أن الإنسان يستخدم مثلاً الجوال للتذكير بالمواعيد، لأن للأسف قلة التركيز أو تشتت الانتباه يؤدي إلى نسيان المواعيد أو عدم تذكرها. هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن تكون مفيدة. آخر موضوع أو نصيحة، ممكن الإنسان إذا كان عنده مهمة كبيرة أنه يجزئها إلى أجزاء صغيرة ويأخذ جزء جزء ويشتغل عليها بدل ما يفكر بالموضوع الكبير ويتشتت انتباهه في هذا الموضوع.